ايوه يا استاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك والله انا حلمي كده، يعني انا تعبانه منه جامد. يعني اتفضلي يا فندم. الله يخليكي، يعني انا عندي امي ميته، فلقيتها رحمة الله عليك. الله يخليك، فلقيتها بتقلي سمك وزيت كتير كده، وحتى السمك حتت صغننه بتقليهم. فبقول لها يا ماما انت بتقلي، انت عماله تقلي السمك ده صغنن قوي. قالت لي ده جميل وكده، وراحت واكله منه، خدت حته من القطعه وكلتها. وبعدين لقيت في 3 سمكات كبار بلطي طوال، يعني انا على سبيل ان يعني انا شفت البلطايه بس ما شفتش الثلاثه، بس انا في خيالي ان هم 3. فقلت لها خلاص الطاسه مش هتيجي فيها، احنا نقسمها نصين وتقليهم وكده وبتاع. فلقيت انا طول ما انا في الحلم بجيب سمك وبركنه فيه، والناس برضو جابت سمك بس انا ما شفتوش. استاذه رباب خليكي معايا، انت بتقولي قلقانه من الحلم ده ليه؟ ما انا مش عارفه والله. طيب. لان انا عندي مشاكل اصلا. طيب الاول تتابعيني. ايوه بابا. السمك اما ربنا يتكلم لا اجتهاد مع النص. ايوه. اما ربنا يقول لنا ومن كل تاكلون لحما طريا، ما ربنا يقول على السمك لحم طري، وتستخرجون حلية تلبسونها، السمك رزق وهناك ستر، والرزق لك والستر، أسأل الله أن يفرج همك ونديك من الرزق، وأعظم رزق وستر أن ربنا يدي لوالدتك الجنة إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. لكن أنت بتقول أن أنت في هم عندك، نقول لك الروشتة كده على الهوا. أستاذ رباب اتفضل. هتستغفري ربنا على قد ما تقدري، 100 500 1000، وهتكسري من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكسرت الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يكفيك الله همك ويقضي أمرك، والله أعلى وأعلم.